نرحب بكم من جديد. من المتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن إغلاق مصنع بريها جليل في حتصور هاجليليت شمالي البلاد وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية. ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المصنع يشغل حاليا حوالي 50 عاملا، تم في الأشهر الأخيرة إقالة نحو 80 عاملا رغم محاولة لجنة الاقتصاد البرلمانية والاستدروت إنقاذ المصنع وإبعاده عن شبح الإغلاق. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عبر الزوم من طوبة الزنجرية طلال الهيب، رئيس لجنة العمال في مصنع بريها جليل. أهلا ومرحبا بك أخ طلال. أهلا، مساء الخير إليك ولجميع المستمعين والمستمعات. السؤال الأول، ما الذي أوصل المصنع إلى هذا الحال؟ والله يا أخي العزيز، هذا المصنع يعني قائم من سنة 56، وأنا شخصيا بشتغل في هذا المصنع صار لي 36 سنة. يعني هذا المصنع كان يصنع خلينا نقول ذهب، مش معلبات مجففات، ولكن إدارة فاشلة ووصلتنا لهذا اللي وصلنا اليوم. يعني هل من سبيل لإنقاذ المصنع أم أن قرار الإغلاق نهائي؟ أخي العزيز، إحنا كنا قبل سنة تقريبا بين 300 إلى 350 عامل، وبالفترة الأخيرة السنة الأخيرة كل شهر أو شهرين يفصلوا عدد من العمال، لحد ما وصلنا لتقريبا 92 عامل، وغدا صباحا سوف يفصلون تقريبا بين 30 إلى 35 عامل. حدثنا عن العمال في المصنع، كيف يتلقون هذه الأخبار حول إغلاق مكان عملهم؟ الوضع صعب جدا صراحة. يعني أنا قلت لك 36 سنة بالمصنع، ما مرناش مثل هاي الظروف، ظروف صعبة، رغم أنه كمان قصة الحرب في الشمال والوضع الاقتصادي في الشمال بشكل عام وضع سيء للغاية. يعني عندما تلقوا بلاغات فصل، كثير من العمال ظرفت دموعها، ولكن نحن نقول لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. هذه طبعا ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها مصنع بريها جليل العناوين، وخطر الإغلاق يتهدده من قبل، أليس كذلك؟ نعم، ولكن مثل هذه الفترة ما مرناش ولا أي سنة مثل هاي السنة. يعني طلع مصنع بريها جليل مصنع معروف، ومصنع تقريبا اليوم من المنتجات، المصنع 60% بالسوق هي منتجات بريها جليل ومنتجات بجودة عالية، ولكن للأسف الشديد أصحاب المصنع هم ليس رجال صناعة، بل هم أكثر رجال بناء ومحلات تجارية أكثر ما يكون أنه إنتاج مجففات أو معلبات خضار. اليوم يعني كثير كثير من الشرك وكثير من المصانع بالمنطقة اجوا وكانوا بدهن انه يشتروا المصنع، كثير يعني اللي بدهن يشتروا، ولكن المبالغ المطلوبة، صاحب المصنع اليوم يطالب بمبلغ 700 مليون شيكل على مصنع من هالشكل، ولا كل انسان بيجي دغري بلف وبرجع. كان هناك حديث عن مساعدة لجنة الاقتصاد البرلمانية وتبنيها لملف المصنع، ألم يساعد ذلك؟ احنا عندنا ما كنا في الكنيسة عند السيد موشي قفني رئيس لجنة المالية، وقال احنا لا تلقينا اي طلب مساعدة لهذا المصنع، وعندما قعدنا مع اصحاب المصنع وقلنا لهم هذا الحديث، صاحب المصنع بيقول انا هذا شأن خاص وانا لا اريد ان احد يتدخل بهذا الموضوع. وصراحة يعني ما طلعناش باي نتيجة بالاخر من هذا اللقاء مع السيد موشي قفني. رئيس المجلس البلدي في حتصور هاجليليت
يقول أنه توجه لمدير عام شركة نوفا لاستيعاب العمال من إمبريها جليل بعد إغلاق المصنع، ما رأيك بهذا الأمر؟ عزيز احنا في منطقتنا فيش تنوفا، اليوم تنوفا هني مصنع سانفورد اللي موجود بمجدالة عيمك، ويعني أنا أعطيك مثال بسيط، واحد اليوم اللي عمره 55 سنة أو 60 سنة بدي يسافر كل يوم من حتسورة قليلة أو من طوبة الزنقرية لمجدالة عيمك، هذا عبء عليه، وما أفكر أنه أي إنسان رايح يقبل بهذا الاقتراح. طيب في النهاية، هل من كلمة تود أن توجهها لإدارة المصنع أو للقيادات السياسية العربية قبل أن ننهي هذه المقابلة؟ أوجه لكل من يهمه الأمر أن ينقذ هذا المصنع، لأنه هذا المصنع معيش كثير من العائلات، وليس رك من طوبة الزنقرية أو حتسورة قليلية، بل من كل وسطنا العربي، من كل قرى الشاغور، وحتى كفا عمر وكتمرة وكابول وبيت جن ونوح وكسرى، وكل الوسط العربي تقريبا يشتغل بهذا المصنع. المصنع هذا بالموسم تقريبا بوصل لبين 600 ل 700 عامل، وتقريبا خلينا نقول 50 او اكثر، 50% او اكثر هني من المواطنين العرب، وهذا يزيد العبء اللي موجود في وسطنا العربي. وانت اخي العزيز بتعرف شو اليوم بيعاني وسطنا العربي من فقر ومن بطالات وما يشبه ذلك. نأمل أن تجدوا الحلول سيد طلال الهيب، رئيس لجنة العمال في مصنع بريا جليل. شكرا لك، كنت معنا عبر الزوم. شكرا. شكرا لك ونهارك سعيد. أعزائي المشاهدين، نتوقف الآن مع فاصل آخر ثم نعود ونتابع.